نشوفوا على هوليوود سمايل هو فيلم من انتاج المنتجة الجميلة ليلى فنان وإخراج ديال الأستاذ الجميل علي الطاهري. كوميديا هزلية كتهضر على واحد صانع أسنان كيكذب على راسو ودير فيها طبيب ديال الأسنان وداك الشيء. حتى واحد النهار كيجي بلاصقة مراتو خدامة مع العونيات اللي هي سكينة درابيل كيجي بلاصقة كيتلاقى مع واحد الرجال نظيفين اللي هي نقافة حتى هي يعني هو عايشة ما بين العونيات والنقافات وهو صانع أسنان غلط وداك الشيء كله غلط وكيوقعوا ليه بزاف ديال المشاكل اترافيغ البحث ديالو على واحد الفم ديال الذهب كيصوبوا لاجا لطيفين كدير اكسيدون كتموت كيولي هو لا غوشيغ وهذا هو اللي كاين الفم كيطلقى في الاخر ولكن فين كيطلقى هذا هو السؤال. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو